هذا وقد توالت سلسلة ردود فعل دولية وعربية وإسلامية على وفاة الملك عبد الله، حيث عبر زعماء وقادة العالم عن تأثرهم الشديد برحيل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. فقد قدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعزيه شخصيا في وفاة الملك عبد الله الذي وصفه بالقائد الصادق والشجاع. وأشاد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بالعاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز وبرؤيته للسلام العادل والدائم في الشرق الأوسط. ونعى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الأمتين العربية والإسلامية بوفاة خادم الحرمين الشريفين. وأعلن الأردن الحداد، وقرر الملك عبد الله الثاني قطع زيارته إلى دافوس من أجل المشاركة في تشييع جثمان فقيد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدوره قطع زيارته إلى مؤتمر دافوس بسويسرا متوجها إلى السعودية للمشاركة في التشييع، فيما أعلنت السلطة الفلسطينية الحداد 3 أيام على وفاة الراحل خادم الحرمين الشريفين.